السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا برنامج اسمه فري كاد بدأنا نشرح فيه، فإمكانياته طبعا لا تقارن بالريفت في الجزء الخاص بالبيم، بس الحقيقة إن هو في بعض المزايا وفي بعض الإمكانيات اللي بتخلينا نشتغل عليه في حاجات تمام الريفت نفسه ما بيعملهاش. إزاي بقى؟ أو بالذات في ال LOD 400 اللي هو اللي أنت الجزء اللي أنت بتعمل فيه الأسمبلي وبتعمل فيه التفاصيل وحاجات معينة بتركبها، مثلا زي مفصلات الباب، حاجات دقيقة جدا كده بنحاول نعملها. فانت بتلاقي نفسك محتاج لبرنامج يعمل لك زي فاميلي سريعة او حاجة تكون شكل قوي بامكانيات قوية. فاحنا ساعتها بنلاقي عندنا كذا برنامج ممكن نعمل لنا الموضوع دوت، بس كلهم بفلوس. بنشتغل شوية على الانفنتور تمام، او بديل للانفنتور السوليد وورك، وبعدين عن السوليد وورك فيوجن 360، بس كل دي برامج بفلوس. فبنلاقي البديل بتاعنا هو الفري كاد. يعني انا لما باجي اشتغل ال او دي 400 واحط تفاصيل كتيره، فبلاقي الاسهل لي ان انا اجي هنا واعمل التفصيلات تمام. بتلاقي عندنا حاجه اسمها البارت وبنبدا نرسم، وبتلاقي الادوات كتيره جدا بتساعدك ان انت ترسم شكل زي ما بيقول الكتاب، حاجه كده فيها تفاصيل، تفصيلة حاجة معدنية، تفصيلة حاجة بتساعدني في التركيب. يعني الفرق بين ال LOD 400 والظهر ده كده ان احنا عايزين نشوف الباب هتركب ازاي، ايه الحاجات اللي مش عايز باب وحيطة، لا ايه الحاجات اللي هتخلي الباب يركب في الحيطة، بحيث ان العامل يبقى عارف الحاجة دي هتبقى جاية ازاي وتركب ازاي وتصمم ازاي والحاجات دي. فهتلاقي دروس احنا حاطينها على بيم اريبيا، تقريبا الشرح الوحيد بالعربي لموضوع الفريكات، ازاي ترسم بارت، ازاي ترسم في بعض الادوات خاصه بالبيم اتكلمنا عنها قبل كده. بتلاقي الاماكن الامكانيات دي اتغيرت، فتقدر تيجي هنا تقول له لو انا عايز ارسم ارك، فتقول له مثلا عايز ارسم حيطه، فيديك الامكانيه ان ترسم الحيطه بالشكل دوت، طبعا شيفت عشان افك راسي وهكذا، او ترسم فيرجن بالشكل دوت. هو في امكانيات حلوة جدا في الرسم تمام، مجرد تقول له ارسم فيبدأ يرسمها لك، وتقدر تشوفها في ال 3D بالشكل دوت. تقدر تحط شباك اهوت تمام، طبعا عندك انواع معينة من الشباك، مش تقول له شباك خلاص، لا انت تقدر تختار النوع والشكل اللي انت عايزه وتبدأ تضيفه للمشروع بتاعك. برضه تقدر تيجي هنا تعمل بارت او بارت ديزاين، هتلاقي كل الادوات اختلفت. يعني البارت دي بعض الادوات زي كده وتبدأ تحط عليهم الاوامر، لا هنا بتبقى تختلف شويه تمام. تقدر تقول له مثلا وانت هنا تقول له انا عايز مثلا ارسم حاجه معينه، فبيقول لك انت عايز ترسم على الاكس والواي ولا زد ولا بتاع. لا هتلاقي نفس الامكانيات دي تقريبا موجوده في الانفنتور، وهتلاقي في السوليد وورك، وهتلاقي في برامج المنافسه تمام. هتقول له مثلا عايز ارسم على الاكس والواي، هيديك ان انت ترسم زي ما انت عايز. هتقول له مثلا عايز ارسم مثلا مربع، فبيديك امكانيات بقى ان ده يبقى عمود على ده او ده موازي لدوت. يعني مثلا لو رسمت خط مثلا بالشكل دوت تمام، ممكن تيجي تروح معلم بقى ايه على، لو انت عايز ترجع تاني تعالى مثلا النقطتين دول وتقول له انا عايزهم الاتنين يبقوا في نقطة واحدة، ده انا عايز يبقى بينهم مثلا عمودي على بعض مثلا، عايزهم تبدا تختار ايه الحاجات اللي انت عايز تعدلها تمام، هو يعملها لك بالشكل دوت. فتقدر تحط الادوات اللي انت عايزها، تقدر تعمل مثلا امر اكسترود مثلا اللي العصر عندك عشان تشوفها في 3D تمام. تقدر تيجي تقول له مثلا فينش للايديت، او انا عايز اعمل ايديت تاني للعنصر. فهو بيديك امكانيات حلوه وجميله ان انت تخلص الشغل بتاعك بشكل قوي.